اسمي سامر طاهر كالو من مدينة القامشلي من حي الهلاليين. من أنا وصغير كنت أحب الرسم كثير، يعني موهبة من المدرسة. من أنا وصغير دائما الأستاذ كان يشجعني ويدعمني معنويا بالعلامات، وكان يعني دائما يتابعني أول بأول. أنا وصلت لمرحلة إنه صار معي هوس بالرسم، شغف. تابعت الموضوع من خلال بعض الكتب، بعد ما صار تطور تكنولوجيا على السوشيال ميديا كمان تابعت بعض المواقع الإلكترونية، طورت حالي أكثر من خلال الرسم بالقلم الرصاص والفحم. أنا أكثر شيء بميل للأسود وأبيض. يعني على سبيل المثال أنا كتدريس عم أدرس بالمدرسة كمان، في يعني بعض الطلاب المتميزين يعني عندهم موهبة عندهم شغف، حاولت اكسبن لعندي اعلمن اهتم فين اكثر. من خلال المتابعه على هالقصص هي وصلنا لمرحله مع الطالب انه مو بس ابداع، يحترف بالتفاصيل الصغيره رغم صغر السن. رغم صغر السن كبدايه طلوعه بالموهبه عم يحترف فيها، يعني هو لحاله صار يتابع التفاصيل الصغيره. هلا على سبيل المثال كمان نحكي شوي عن المستلزمات تبع الرسم. عندنا بالمنطقه ما في، يعني نادرا ما تلاقي قلم رصاص او محاي او ورق خاص. يعني مستلزمات الرسم يعني صحيح تابعه للقرطاسيه المدرسيه كمكتبه قرطاسيه مدرسيه، بس لها ادوات خاصه. يعني اقلام رصاص مو قلم رصاص عادي، في عندنا الورق مو اوراق عاديه، يعني بتجي نوعيه ورق قطن مو نايلون. فهالامور هاي شوي كمان يعني صعوبه عم نلاقي فيها كثير يعني، بس شوي شوي يعني قدرت اني اجيب امن هالمواد هاي مشان سهل عمليه الرسم للطالب او الطالبه على سبيل المثال. هلا بعض اللوحات بخلصها بساعه ساعتين حسب، بعض اللوحات بدها اكثر من جلسه جلستين ثلاثه، يعني بنطول فيها. فاللوحات اللي بنطول فيها بناخذ بنلاقي فيها كثير معاناة، يعني مرات تقطع الكهرباء تكون برد، يعني بشكل عام في معاناة نحن بسوريا يعني معروف. على سيرة المعاناة كمان آخر لوحة يعني اشتغلناها لوحة الزلزال، الزلزال السوري اللي صار عن جد. ناس كثيرة قالوا إنه حلم، يا ريت كان حلم عن جد، لأنه نحن من غير شيء بسوريا عم نسحب المعاناة سنة ورا سنة. بس اللي صار عنا بيوم الزلزال شي بيبكي الصخر قبل ما الإنسان يبكي، يعني قصة وجع، صرخة أطفال اللي ما بتعبر. يعني هي العين هي اللي بتصرخ هون مو الصرخة، يعني حتى قد ما كان صوت عالي ما حدا يسمع، بس هلا اللوحة هي العين بتصرخ. لوحاتي تعبر عن الشارع السوري بشكل عام، عن الواقعية، عن الوجع، عن الحرب، عن الهجرة. كثير يعني الوجع لا يعد لا يحصى بهالآخر 13 سنة. يعني أنا بحس إن اللوحات اللي تلمس الشارع بشكل عام، الشارع السوري، عامة الشعب يحسوا إنه في شيء يتعبر عن وجع اللي بداخلهم، فتحسي إنه في رغبة، في التماس باللوحة بين المشاهد واللوحة. فينا نقول